نفذت هيئة تنظيم سوق العمل حملة تفتيشية مشتركة مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية ومديرية شرطة محافظة العاصمة، شملت عددا من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة بالمحافظة. وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها لجميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع معي ككل داعية الجمهور للإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية